بيان مشترك مصري سوداني عاجل بشأن سد النهضة، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وعاجل مصر تفضح الكيان الصهيوني أمام العالم، ننشر أيضا لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. ووزير الخارجية المصري والأمريكي وبحث عاجل عما يحدث في القدس الآن. وعاجل اشتعال الحرب الأهلية في إثيوبيا. وأبي أحمد يجهز لمجازر جديدة. وصدمة حريق في الأقصر وخسائر كثيرة، ننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية بس أنا حابب يعني أطلب من حضراتكم طلب أنكم يعني تدعوا بالرحمة لجدتي، لأنها توفت في العشر الأواخر من رمضان. ربنا يرحمها ويجعلها من أهل الجنة. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، ما تنساش تشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده طبعا مهم عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. ووزير الخارجية المصري والأمريكي وبحث عاجل عما يحدث في القدس الآن. بحث وزير الخارجية الأمريكي بلينكين مع نظيره المصري سامح شكري تطورات النزاع الفلسطيني مع الكيان الصهيوني. وكتب بلينكين في تغريدة: تحدثت اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري لبحث أعمال العنف الجارية في الكيان الصهيوني والضفة الغربية وغزة. يتعين على جميع الأطراف خفض التصعيد، ويجب على العنف أن يتوقف فورا. وكان بلينكين بحث في وقت سابق تطورات الوضع الفلسطيني مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان. المصدر معانا كان من RT. طبعا هنا يعني وزير الخارجية الأمريكي يشاور نظيره وزير الخارجية المصري سامح شكري في القضية التي تحدث الآن في القدس والصراع الفلسطيني مع كيان الصهيوني. ندعو أن ربنا إن شاء الله ينصرهم ويقويهم على العدو والمغتصب للأرض إن شاء الله. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر معانا، وبيان مشترك مصري سوداني عاجل بشأن سد النهضة. وناقش الرئيس السيسي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع عبد الفتاح البرهان في باريس على هامش مؤتمر دولي لدعم اقتصاد السودان. والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية صرح بأنه تم خلال اللقاء تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني، باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. المصدر معانا كان من صحيفة الأهرام. يعني حتى هذه اللحظة مصر والسودان متمسكين بيعني التشاور والاتفاق، وطبعا يعني مصر والسودان دول سلام عاوزين يوصلوا لاتفاق قانوني وملزم لعملية ملء وتشغيل السد. يعني هذا الأمر أفضل بكتير من قيام أي حرب. ولكن زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، إن يعني ما لم يتم بالمفاوضات يتم بالحرب. مصر لن تسمح بانتقاص نقطة مياه واحدة للشعب المصري. هذا الأمر يعني خطير جدا ومهم، ولازم إثيوبيا تفهمه. ونفتكر كلمة الرئيس السيسي لما قال إن محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر، واللي عاوز يجرب يجرب. والأيام الجاية هنشوف مخبية إيه من أحداث. ننتقل لخبر آخر معانا، وعاجل مصر تفضح الكيان الصهيوني أمام العالم. ووزير الخارجية سامح شكري هاجم وزير الخارجية للكيان الصهيوني وفضح انتهاكاتها أمام العالم كله. وكشف شكري أمام مجلس الأمن أنه بعد 42 سنة على إطلاق عملية السلام لم يقدم الكيان الصهيوني شيئا، وأضاف: شاهدنا استفزازات الكيان الصهيوني غير مسبوقة في القدس المحتلة، ولم يراعي الاحتلال حرمة الشهر الفضيل ولا حرمة عيد الفطر،
مما أغضب الملايين حول العالم. شكري أشار إلى ضرورة حل الدولتين وأنه السبيل الوحيد بين المسلمين والكيان الصهيوني. أكد أنه لا يمكن تحقيق السلام دون حل عادل وشامل لقضية المسلمين. وشكري أضاف وقال لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة للمسلمين على حدود 67 وعاصمتها القدس، مع احترام الوضع القانوني والتاريخي في ظل إشراف المملكة الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، يعني هذا الخبر في منتهى الأهمية، توضح يعني رؤية مصر ودور مصر ووجهة نظر مصر من ناحية هذه القضية. نقول تاني ربنا يا رب ينصر أهلنا المستضعفين على عدوهم بإذن الله. ننتقل لخبر آخر معانا وعاجل. اشتعال الحرب الأهلية في إثيوبيا وأبي أحمد يجهز لمجازر جديدة. كشفت تقارير معلوماتية عن اشتعال الحرب الأهلية في إثيوبيا واعتزام أبي أحمد ارتكاب مجازر جديدة في تجراي. ووزارة الخارجية الأمريكية عبرت عن قلقها بسبب ما يحدث في إثيوبيا ضد إقليم تجراي الذي شن ضده رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حربا أهلية ما زالت مستمرة إلى الآن. وزير الخارجية الأمريكي بلينكين قال إن أمريكا تشعر بقلق بالغ بسبب منع القوات العسكرية الإثيوبية وصول المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من منطقة تجري. بلينكين أكد وقال رفض أمريكا القاطع للممارسات التي تقوم بها حكومة أديس أبابا في رسالة ذات لهجة أحد من السابق، قائلا إن هذا السلوك غير المقبول، يعرض 5.2 مليون شخص في المنطقة في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية لخطر أكبر. الولايات المتحدة الأمريكية دعت حكومتي إريتريا وإثيوبيا إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان توقف قواتهما في تجري والكف عن هذا السلوك المستهجن. بلينكين قال كما ندعو مرة أخرى جميع الأطراف إلى الامتثال للالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين والموقف الفوري لجميع الأعمال العدائية والسماح بوصول الإغاثة إلى أولئك الذين يعانون والذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة. ويجب على الحكومة الإثيوبية أن تسهل على الفور الوصول الكامل ودون عوائق للجهات الفعالة الإنسانية إلى جميع أنحاء منطقة تجري. وزير الخارجية الأمريكي أشار أن هناك العديد من التقارير الموثوقة عن ارتكاب القوات المسلحة الإثيوبية في تجري لأعمال عنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي وغيره من الانتهاكات والفظائع لحقوق الإنسان. قال إن سلوك قوات الدفاع الإريترية وقوات الأمهار الإقليمية فظيعا بشكل خاص. أكد إن استمرار وجود قوات الإريترية في تجري يقوض استقرار إثيوبيا ووحدتها الوطنية، وقال إن إحنا بندعو إريتريا لسحب قواتها من إقليم تجراي. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، ويعني لو الموضوع ده استمر هيبقى في حالة من الحرب الأهلية كبيرة جدا. يعني هذا الأمر خطير، وأمريكا صاحبة شعارات حقوق الإنسان وغيره، أما نشوف رد فعلها هيكون إيه، لأنها يعني في الفترة السابقة فصلت ما بين المساعدات الإنسانية لإثيوبيا وما بين موضوع سد النهضة. فأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل لخبر آخر ومؤسف معانا، وصدمة حريق في الأقصر وخسائر كبيرة. واندلع حريق هائل في قرية العضايمة في محافظة الأقصر المصرية أدى إلى احتراق 11 منزلا بالكامل. وشارك أهالي قرية العضايمة بإسناد قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق شب في أحد منازل القرية، إلا أن شدة الريح ووجود القش فوق أسطح المنازل المجاورة أدى إلى امتداد النيران إليها. الحريق تسبب في تدمير 11 منزلا من منازل القرية، وباشرت النيابة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق
وتشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس القرية ورئيس وحدة الشؤون ورئيس قسم التنظيم ورئيس الوحدة الزراعية ورئيس الوحدة البيطرية لحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق. والحماية المدنية دفعت بسبع سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، حيث تم إخماد الحريق دون وقوع خسائر بالأرواح. الحمد لله المصدر معانا كان من RT، ربنا يعوض عليهم بإذن الله. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر أخير معانا وبيان هام من السياحة والآثار. وقال وزير السياحة والآثار المصري خالد العنادي إن مصر متفائلة باستقبال المزيد من الزوار في هذا العام، مع تزايد أعداد السياح بشكل ملفت منذ يناير إلى حوالي 500,000 سائح شهريا. الوزير أضاف في مقابلة مع رويترز أن ما يزيد على 65% من السياح يأتون إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء لما بهما من مناطق مفتوحة وأنشطة مائية. هذا بالضبط ما يبحث عنه السائح في ظل الجائحة. العناني أشار وقال إن مصر وروسيا اتفقتا في إبريل الماضي على استئناف جميع الرحلات الجوية بين مصر وروسيا في مكالمة بين الرئيسين الرئيس السيسي ورئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي. والعناني قال: كما تعلمون كانت السوق الروسية مهمة جدا لمصر حتى عام 2015، كانوا يحتلون المرتبة الأولى حوالي 3.5 مليون سائح سنويا. وتراجعت إيرادات السياحة وهي مصدر مهم للعملة الأجنبية لمصر بنسبة 70% في عام 2020 بسبب الجائحة. وتمثل السياحة عادة ما يصل ل 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. وبلغت إيرادات السياحة الشهرية حوالي 500 مليون دولار في إبريل، أي نصف ما كانت عليه قبل الوباء. لكن العناني قال إن مصر تأمل في التعافي بحلول نهاية العام عندما تتمكن من تطعيم موظفي السياحة في المنتجعات على البحر الأحمر وإعلان المنطقة وجهة خالية من الجائحة. المصدر معانا كان من رويترز. نتمنى الخير إن شاء الله لمصر وللبلاد جميعا، ربنا يرفع عنا البلاء والوباء ويخرجنا من هذا الوباء على خير بإذن الله، ويبعدوا عن أهالينا وحبايبنا. جينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم العبد الله الفقير إسلام الأمير من صفحتكم على الفيسبوك إسلام الأمير مصر ميديا IEB وعلى يوتيوب مصر ميديا IEB. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.